تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أمالي لنا ولا انت حناشق تاني. افرح واملى الدنيا لا لا عصيري مدام. انت بقالك قد ايه بتشتغل هنا؟ بقالي سنه يا فندم، وده اول يوم بالنسبه لي النهارده في حمام السباحه. لما تكمل تلات ايام هتبطل بحلقه، هتكون زهق. هكون ايه؟ مالك اتلبخت كده ليه؟ مش انت اول واحد يبحلق، كل الناس غاويه بحلقه. ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا امالي انا ولا انت حناشا تاني. افرح واملى الدنيا امالي لنا ولا انت حناشا تاني. اول مرة اول مرة قلبي يعد لي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة عمارة حبك ليا. افرح واملى الدنيا أماني أنا ولا انت حناشا تاني. افرح واملى الدنيا أماني أنا ولا انت حناشا تاني. أول مرة مش انا قلت لك عليه جن وطلبت الثانيه قلت لك عليه جن بس عليه جن اي خيمة تاني يا فندم؟ لا شكرا. يا ريت امي بس تضيع الخيمة. حاضر. حضرتك طالبة عصير جوافة؟ قصدي عصير برتقال. ها؟ أنت جايب عصير إيه؟ ها؟ لونه أصفر يبقى برتقال. طب هاته. ها؟ هاته. زي ما قلت لك ثلاث ايام هتبقى طبيعي جدا. انا عاوز اقول لحضرتك ان اكل العيش مر قوي. ممكن ولعتك يا مدام سلوى؟ احنا نعرف بعض؟ انا اعرف حضرتك كويس. بس انا بتهيألي دي اول مرة اشوفك. انت شايفيني؟ ايوه، ما عمرنا ما شفنا بعض قبل كده. ازاي تعرفيني؟ شفت صورتك. صورتي؟ شفتي صورتي فين؟ عندنا في الشركة.
اصل انا بشتغل في نفس الشركه اللي حضرتك كنت بتشتغلي فيها زمان. وهي الشركه عملت البوم صور لكل الموظفين اللي اشتغلوا فيها؟ لا طبعا، بس اصل انا شغاله في المستخدمين، وبالصدفه وانا بقلب في الملفات القديمه شفت الدوسيه بتاع حضرتك. تصوري ان شكلك زي ما هو؟ مين اللي بعده؟ المدير عايز يقابل حضرتك. انت اسمك ايه؟ حضرتك عارفه ان الاسامي بتتغير حسب شغلنا. اسمك اللي في شهاده الميلاد؟ حنان. شوفي يا حنان، قولي للمدير اللي بعتك ايا كانت صفته، سلوى شاهين بتقول لك عيب، لا تزودي ولا تنقصي. المدام وصلت دلوقتي حالا، في خلال ثواني هتكون عندك، وبلاش تقفل لغايه ما هي ترد عليك. تليفون عشان حضرتك يا مدام. الو. اسف للازعاج يا مدام، احنا على بعد 200 متر من الفيلا، يا ريت تعزمينا على فنجان شاي. احنا زمايلك القدام بس من الاجيال الجديده اللي جت بعد حضرتك. ما خلاص وصلتني الرساله ورديت عليها. هي البنت ياها ما لحقتش تبلغكوا ولا ايه؟ انا قلت لا. مدير الشركه الحالي لو سمع كلمه لا بيركبوا 100 عفريت. ودي مجرد زياره للشركه. على الاقل تشوف التجديدات اللي حصلت فيها. حاضر. امتى الميعاد؟ بكره بالليل في المقر الجديد. هي الشركه بقى لها مقر جديد؟ Thank you.
ميعاد مع المدير. مين سيادتك يا فندم؟ سلوى شاهين. اهلا اهلا وسهلا، اتفضلي يا سلوى. احنا سعداء بتشريفك لينا. انا بقى مش سعيده طول السكه وانا حاسه باكتئاب. زياره السجن عندي اهون، وزياره تراب الغفير الطف كتير من زيارتكم. قالوا لي ان لسانك ممكن يذبح. تحت امرك يا سيادة المدير. انا مش المدير. امال انت ايه؟ المفروض اعزم حضرتك على فنجان قهوه. سياده المدير عنده مقابله هتنتهي بعد 5 دقايق. انا قهوتي ساده عشان الكآبه تبقى زياده. سلوى، البلد محتاجة منك خدمة صغيرة أوي، وإحنا واثقين في وطنيتك. اسم حضرتك إيه عشان أحب أتكلم مع الناس بأساميهم؟ قوليلي يا محسن. محسن، بتفكرني فيلم عبد الوهاب ورأي إبراهيم. أستاذ محسن، أنا خدمت البلد خدمات كتيرة جدا كان المفروض أخد عليها نشان، لكن زي ما حضرتك عارف إننا كنا بنشتغل من غير رتب. المعارك والبطولات بتاعتنا كانت فوق السراير وعلى الملايات الناعمة، والبلاء الحسن بتاع كل الولاية راح حضر ولا حد حس بيه. ملناش دعوة بزمان، خلينا في دلوقتي. دلوقتي أنا ما بقتش أنفع يا محسن بيه. زمان كان عندي 17 سنة، سن الطيش والشقاوة والجنان، والواحدة كل ما بتكبر شوية كل ما بتعقى شوية. احسب بقى سيادتك فات كام سنة، هتلاقيني عقلت كتير جدا. أهو العقل بتاعك ده هو اللي محتاجينه في المهمة الجديدة. مهمة ايه يا محسن بيه؟ ما تبقاش راجل طيب. انا ست متجوزة وسعيدة جدا في حياتي، وبصراحة انا نسيت الماضي كله. الست اللي قدامك دي ست محترمة، واللي جربت طعم الاحترام صعب جدا تتنازل عنه. الاحترام هيفضل موجود بعد كده. احيانا مصلحة الوطن بتحتاج عمليات فدائية وتضحيات. ما عنديش مانع لما تقوم حرب احط الاوفرول عليا وامسك مدفع الرشاش وابقى على خط النار. والستات تلبس اوفرولات ليه؟ ما عندنا الرجالة من غير عدد. حضرتك عايزني نخدم البلد بقمصان النوم مش كده؟ محسن بيه، مش معنى انا وليه دلوقتي بالتحديد؟ ما هو لو عرفتي نوع الخدمة المطلوبة منك هتلاقي اجابة لكل الاسئلة دي. اتفضل انا سامعك. تعرفي مين ده؟ لا. لا تعرفيه كويس، بس ايام ما كنت تعرفيه كان في فوق دماغه شعر وكان انحف من كده. ملامحه اتغيرت كتير. ما اعرفوش نهائي. تحبي افكرك بيه يا مدام سلوى؟ تفكرني بايه؟ بالراجل. كده ما تتجوزنيش ليه؟ لك العمى وشو بعمل في المصيبه تبعي؟ طب ما تطلق. طلقها؟ بكره بس بصبح لاقي سياسي. خايتي ابوها وزير الدفاع تبعنا. توعدني تطلقها بعد ابوها ما يسيب وزاره الدفاع؟
لما ابوها بيترك وزاره الدفاع عن هو بعيد يقعد على كرسي فخامه الرئيس. وترجع بعد كده تتجوزها مره تانيه عشان تاكد الجوازه الاولانيه. حلوه مراتك؟ العمى شبه ابوها الخالق الناطق. وابوها حلو؟ حلو؟ ابوها بينطبق عليه قول الشاعر كالتيس في قراح الخطوب، شو بيخلف التيس غير عنزه الله يلحق ابوه ومتجوز على بعض. وطي ليش؟ لا ليش؟ استنى. لا كده مش هعرف. استنى. لا بمشي افتكرتي؟ معقولة كمال رشدان بقى بالشكل ده؟ ده الزمن عمل عمايله معاه. مش الزمن بس، اللي بيشتغل في السياسة بيعجز بدري. انت كنت تعرفيه لما كان بيشتغل يا دوب ملحق في السفارة، بعد كده شغل مناصب كتيرة قوي في بلده، كان اخرها مدير المخابرات. سفير وعندنا، علشان كده عاوزين يبقى تحت السيطرة دايما. كمال رشدان هدف مهم قوي لينا. مهم ولا مش مهم يا محسن بيه؟ انا داخل ايه في الموضوع؟ مين هيقدر يسيطر لي عليه غيرك؟ انت ناسي انه كان بيحبك حب حقيقي؟ ده كان زمان، وزي الزمن ما بيغير في الاشكال اكيد بيغير في العواطف. وبعدين يا محسن بيه انا كمان الزمن غير فيها كتير قوي، ثم ان انا ست متجوزه واكيد حضرتك عارف مين يبقى جوزي. راجل محترم، محترم جدا، انما مصلحه البلد اهم بكتير من الاحترام. ممكن نكمل الكلام في حته هوا؟ خلاص ما بقاش في حاجه مهمه نتكلم فيها، اتفضلي. المهم انك انت تاخدي القرار. قراري جاهز يا محسن بيه، انا ما بقتش انفع للمهمات اللي من نوع ده. احنا بقى شايفين انك تنفعي قوي، خدي وقتك في التفكير، يوم يومين ثلاثة بس مش أكتر. تفضل. ربنا انت عليا بكرة الصبح بدري ما تنسيش. طيب مع السلامة. محسن بيه انا مش هلعب اللعبه دي، واللي يحصل يحصل. انا ممكن اقول لك على اللي هيحصل من دلوقتي. ممكن الفيلم ده يطبع منه نسخه فيديو وتروح لجوزك الدكتور المحترم. مش مهم، الدكتور لما جوزني كان عارف انه بيتجوز واحده ست مش ملاك، وكان عارف ان في حياتي رجاله قبل منه. يفرق كتير يا مدام سلوى تاثير السمع عن الشوف. وبعدين بلاش الدكتور، نبعت نسخ للساده الافاضل زمايله. كل ده ليه؟ علشان الحرب ما فيهاش رحمه يا مدام. حرب ايه؟ ما خلصت خلاص. حرب المعلومات هي الاخطر دايما يا مدام سلوى، لانها ممكن تقوم حرب وتاني حرب. انا هعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي قلتيه، ومستني موافقتك خلال يومين. ممكن تتصلي بيا في اي نمره من دول. Thank you.
الزياره المفاجاه دي اكيد وراها حاجه. طبعا وراها حاجه. سيادتك مطلوب في عمليه مستعجله ملهاش علاقه لا بالجراحه ولا بالطب خالص. تبقى عمليه مش مألوفه. احلى حاجه في الدنيا الخروج عن المألوفه. مش برضه الحلو من الدنيا دي، لا لا لا، انا برضه بقول ده جمال مش عادي، لا لا لا. قد ولا المد رمش ما سلمش، ولا الوريه حكم مالوش قاضي، قد ولا المجد رمش ما سلمش، خد ولا الوريه حكم مالوش قاضي. وعيني وعيني عيني 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 يا عيني، ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، عيني يا ليل يا ليل، اه يا ليل يا عيني يا ليل، عيني يا ليل يا ليل، اه يا ليل يا عيني يا ليل، اه يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل. مش برضو الحلو من الدنيا دي، لا لا لا، انا برضو بقول ده جمال مش عادي، لا لا لا. مش برضو الحلو من الدنيا دي، لا لا لا، انا برضو بقول ده جمال مش عادي، لا لا لا. مش ده الدكتور ماهر عبد الله؟ ايوه هو. ومين اللي معاه دي؟ دي مراته. هي دي بقى الست سلوى شاهين. الظاهر شرب كتير. كل الدكاتره كده بيصدقوا يفكوا عن نفسهم، هيعملوا ايه؟ شغلهم بين النكد والقهر، لازم يفرتشوا شويه. ايوه مش قوي كده. الشمس حسن على الباب وعنينا تنادي، وعيني وعيني خير. انا عايز سويت من فضلك. بسرير عريض. باسم مين يا فندم؟ الدكتور ماهر عبد الله. وحرمه. وحرمه طبعا. طيب ممكن يا دكتور البطاقه، جواز السفر، اثبات شخصيه؟ يا ابني انا شخصيه عامه، ومدير اللوكاندا دي بيتعالج عندي. يا دكتور انا كمان عارف حضرتك. طب ما دام انت عارف حضرتك، ايه المشكله بقى؟ المشكله دلوقتي يا دكتور ان الزمني اثبات ان المدام مراتك، وبعدين دي تعليمات الداخليه. بص بقى، الدكتور ما معهوش غير رخصه السواقه، وطبعا رخصه السواقه ما فيهاش اسم الزوجه. انت ادينا الاوضة ننام وبلغ البوليس ومستعدين للتحقيق، بس الصبح في حاجة تانية. وبالمرة هات لنا مدير الامن هنعزمه على الفطار. انا الليلة بتاعتي حلوة ومش عايزاها تقفل بعكننا. هات المفتاح. اتفضل يا دكتور. املى البيانات. سويت 1427. لا وايه، في حاجه مهمه جدا احنا مش واخدين بالنا منها. احنا ما معناش هدوم، يعني علام طول الليل عريانين مره. يلا انت يا حاج لو نمت عليها مرت تاخد بالك. اوعى يلا يا بابي، اعوام يا بابي.
دي بقى عيشة العشاء ولا بلاش؟ فعلا تجديد مهم. هنفضل حابسين نفسنا في البيت لغاية امتى؟ حاسبك انا ما انت كده هتخنقني. يا بابا لا صباح النور. بناتنا وكفايه. طب طب حضرتك يا فندم اديني الشيك. انا اسف جدا يا فندم على اقل من ميل حضرتك. بعدين ادخل الشيك مع الترول يا فندم. وعلى ايه؟ بالامضى بالشكل ده تبقى سهله خالص. احنا تحت امرك يا فندم. ما تيجي تاخد البقشيش مع الترول. طيب يا فندم احنا في الخدمة يا فندم. احنا في الخدمة يا فندم. ربنا يكتب عليا بالشغلانة دي. بقى الراجل يصدر نفسه بالنهاية. الله. أمال الحرمة تصدر نفسها بإيه؟ أنا باين عليا مش نافع في أي شغلانة. لا في حمام السباحة نافع ولا في خدمة الغرف نافع. مش نافع في أي حاجة. أنا مش عارف أعمل إيه بالظبط. لازم أتصرف. أنا تعبان تعبان يا ناس تعبان. يا جراد غطام النار إن النبي استكى مكة غارد الترنستي شرير كاتك وردن تنتاد تبون تنتمر تبون أسر بزا. مش بذمتك ليلة ملهاش أخت؟ ملهاش اخت ازاي؟ عشنا ليالي زيها كتير. ليالي شهر عسل كلها كده. احلى حاجة في الدنيا ان الواحدة تبتدي حياتها الزوجية بامتياز وتنهيها بامتياز. بداية سخنة ونهاية اسخن. بداية ايه ونهاية ايه؟ نهاية جوازنا. انا عايزة اتطلق. قصدي لازم اتطلق النهاردة. بيتهيألي مفيش حد اتطلق بالطريقة دي قبل كده. عادة الراجل والست لما بيجوا بيطلقوا بيكونوا مقطعين بعض وبتبقى العيشة بينهم جهنم. لكن شوف انا وانت بنتطلق واحنا ايه؟ اي نعم مقطعين بعض لكن تقطيع لذيذ والحياة بينا مفيش احلى من كده. الشاطر اللي يعتزل وهو على القمة. زي ما تكوني بتتكلمي جد. هو انا لازم اكون ضربة بوز عشان كلامي يبقى جد كده من غير اي اسباب؟ لا طبعا في اسباب. كرهتيني؟ لو كنت كرهتك ما كنتش عشت في حضنك ليلة ولا ليالي الف ليلة. لكن انا عايزة اتطلق عشان بحبك وخايفة عليك. احنا الاتنين في قارب وهيغرق. بلاش يغرق بينا احنا الاتنين. انا مش فاهم حاجة. علي دين قديم لازم اسدده. كام؟ مش فلوس. امال ايه؟ ماضي. ماضي مالكش دعوة بيه ولا يمكن تكون ضحية ليه. انت لك اسمك وسمعتك، لك مركزك، عندك ولادك اللي من مراتك الأولانية، لك عيلتك الكبيرة وتلامذتك اللي في الجامعة. كل الحاجات الحلوة دي لازم تفضل حلوة زي ما هي، مش لازم تتخربش ولا حتى تتخدش. أكتر من كده متسألنيش. نجيب المأذون هنا ولا نعدي على اي واحد في سكتنا؟
زي ما تحبي، بس انا عندي شرط، لازم اعرف الحقيقه، ومن غيرها مفيش طلاق، واللي يحصل يحصل. هتعملي ايه دلوقتي؟ الطلاق هو الحل الوحيد، لان ده اللي هينفع في الحالتين، في حاله الموافقه وفي حاله الرفض. لو وافقت هضطر اخونك بالامر، ولو ما وافقتش هتغرق معايا بالامر. وناوي على ايه؟ القرار مش سهل، قرار زي ده الواحده ما ينفعش تفكر فيه وهي متجوزه، لازم تكون حره عشان تتحمل المسؤوليه لوحدها. أمي استنى بالمرة أجيب معاك حد عشان أكيد الشقة محتاجة تنظيف. عادي يا فندم. حد كلمك؟ لا، ما تلحقوني يا اخوان، انا مش عارفه امشي منهم، ما تيجي تشوفوا، لا لابسه مفتوح ولا لابسه قصير، يبقى ايه المطلوب مني؟ انا مش فاهمه. لا، دول ماشيين ورايا من الصبح، لا عارفه اروح ولا عارفه اجي، ايه الحكايه؟
انتوا قربنا على كده ومش عيب تعاكسوا الستات في الشوارع. الناس تقول علينا ايه؟ كسفتونا الله يكسفكم. من فضلك احنا كنا في مهمه. مهمه؟ خايف اسال مهمه ايه؟ لو واحد فيكم يقول لي انت اش فاهمك في شغلنا. عموما في محضر هيتفتح ولا اقول لكم؟ حاسبكم للناس اللي بره. يا محسن بنت ادتني مهلة يومين عشان اخد قراري فيهم، وانت عارف ان ده قرار صعب ومحتاج لاعصاب هادية جدا. لازمتها ايه بقى المراقبة؟ انا مش فاهمة. على كل حال الرجالة بتوعك انا سبتهم في حي بولاء، ومعرفش بقى ودوهم المستشفى ولا خدوهم على القسم ولا لسه بيعلموهم الادب في الشارع. مدام سلمى، اختصارا للوقت اوعدك ان اليومين اللي متفقين عليهم تكوني على راحتك خالص. ما تزعليش قوي كده، احنا في الاول والاخر لبعض. مع السلامه. عبد الحميد، الولاد بتوعك في اسم البولاء، اتصرف، مش عاوزين قلق. سلوى شاهين؟ ايوه حبيبتي. صحيح الدنيا صغيره، بقالنا كام سنه ما شفناش بعض؟ كتير، بس مش عايزه اقول كام سنه عشان ما افتكرش عمري. تعالي يا سلوى. كل سن وله حلاوته، بس مفيش احلى من سن الشقاوه. يا ستي اذا كان على الشقاوه، الشقاوه عمرها سهل، الشقاوه ممكن تتعمل في اي سن. انا معاكي، بس لازم يكون في لياقه بدنيه اكتر من كده. لياقه؟ ما انت عامله زي الفرس في الملعب اهو. دلوقتي زي الفرسه في الملعب، لكن زمان كنت زي الفرسه في السرير. المهم انك لسه فرس. بس زي خيل الحكومه. انت عارفه الحكومه بتعمل ايه في الخيل بتاعتها بعد ما بتستغنى عنهم؟
بتضربهم بالرصاص بالنار ويدوهم لجنينة الحيوانات عشان تنهش في لحمهم. اتنين ليمون يا واد يا تهول انت. انما انت ايه اللي فكرك بيا؟ ولا جايه النادي صدفه؟ انا جايه مخصوص عشانك. حقيقي؟ حقيقي. خير يا رب تكون اخبار حلوه. طلبوني للشغل تاني. معقوله؟ دول لازم طلبوا منك تشكلي فريق وعايزاني في التدريب مش كده؟ طول عمري دمك خفيف. وانا ما ينفعش انزل المبعد، ما بقتش اقدر اسجل اجوان ده غير اني بقيت انهج بسرعه. نجوى خدي الموضوع جد. هو في يا سلوى ايه حوالينا جد عشان اخد الموضوع جد؟ وعلى العموم زي بعض، اديني بقيت جد اهو. انا بس اللي طلبوني للشغل في مهمه محدده، بس انا مش عايزه. ورشحتيني بدالك؟ لا، لان ما ينفعش فيها حد غيري. من حقك يا حبيبتي، طول عمرك مواهبك عالية، صاحبة الأداء المتميز. وبعدين معاك يا نجوى، خدي الموضوع جد شوية. جد جد، الله يخرب بيت الجد ويخرب بيت الأيام اللي كنت فيها جد. خدت إيه أنا من جد؟ ها؟ في واحدة كانت بتشتغل بذمة وضمير وإحساس وطني قدي؟ ده أنتوا كنتوا بتسموني المناضلة، وآخر المطاف عايشة بالعافية. ما نبنيش من الشغل ده غير عدوية النادي. الدور والباقي عليكم، اللي فتحت محل ملابس واللي اشتغلت في شركه واللي واللي واللي. والنبي اعملي معروف ما تقلبيش عليا المواجع، وكمان تقولي لي خديها بجد. جرايه يا ريما، ما تحترموا خصوصيات الناس، جاتكم البلاوي في سنكم السودا. يلا يا حبيبتي يلا نروح نتكلم في حته تانيه. انا زيك ما خدتش حاجه من الشغل، بس انا شايفاكي عايشه في عز. اتجوزت راجل غني. تبقي خايفه على بيتك. اللي ما كانش عندها بيت في الاول مش هتخاف لما يروح منها في الاخر. امال ايه الحكايه؟ الحكايه انه طابع قديم وانت عارفاه. لا احب حد يغشني ولا يلوي دراعي ولا يحط سيف على رقبتي، وده اللي حاصل دلوقتي. اتغشيت واتحط سيف على رقبتي. وناوي على ايه؟ اذا ما قدرتش اشيل السيف من على رقبتي هسيبه يقطعها. اطلبي اللي انت عايزاه مني هنفذه. عايز اعرف طريق اللي غشني وغشك. عايز اعرف طريق طلعت الحلواني. طلعت الحلواني رئيس القسم بتاعنا؟ ايوه، مش هو اللي قال ان الصور والشرايط والافلام اللي عليها الفضايح بتاعتنا اتحرقت وان هو اللي حرقها بايده؟ هي لسه موجوده. ايوه، وهو ده السيف اللي حاطينه على رقبتي دلوقتي. يعني الفضايح لسه محفوظة في الأرشيف؟ وأي أرشيف، ولا الفيران تقدر توصله. بس طلعت الحلواني ما اسموش طلعت الحلواني، اسمه الحقيقي رشاد حسين عويس. وانت عرفتي اسمه الحقيقي ازاي؟ كان لازم أعرفه، ده أنا كنت صاحبته وكان كل ما يعوزني بيلاقيني في السرير. ده أنا شفته هو عريان ملط، ازاي ما أعرفش اسمه الحقيقي؟ المهم تكوني عارفة هو فين دلوقتي. من يوم ما ساب الشغل ما فيش عنه لا حس ولا خبر. لكن هو هيعمل لك ايه؟ ده من يوم ما خرج وساب الخدمه هو لا بيهش ولا بينش. انا عارفه، لكن قدام النائب العام يمكن يقدر يعمل حاجه. انا عارفه اني مش هخلص من المصيبه اللي انا فيها دي الا بسياده القانون اللي بيقولوا عليه. انا عايزه طلعت الحلواني عشان يشهد معايا ويفهمني اللعبه كانت ماشيه ازاي. انت طيبه وعلى نياتك، طلعت الحلواني مش اهبل عشان يفضح نفسه، ده هو اللي علمنا ودربنا. في الحالة دي هيبقى لي تصرف تاني. ايه؟ هتنتقمي منه؟ ليه لا؟ دخلنا في افلام السيما. لما تبقي عارفة ان حياتك هتتخرب وتتطربق على دماغك، يبقى تخربيها بايدك وتاخدي معاكي اللي خربوها واللي عايزين يخربوها. مين اللي يعرف طريق طلعة الحلواني؟ اللي يعرف طريقه حد من اساتذته او حد من تلامذته او حد من زمايله او حد من المدامات زمايلنا. الوقت قدامي قصير قوي يا نجوى. زمايله يا حبيبتي متلقحين تحت الشماسي، بس بقول لك ايه؟ مهما اعمل مالكيش دعوه. يلا بينا. انا مش ناسيكي. المفروض دول كانوا يقدموا ارواحهم كده الوقت. شايفه بقوا بشوات ودول على طول هنا. وهيروحوا فين؟ اللي سرق سرق، واللي نهب نهب، واللي بقى عنده شركة، واللي بقى مستورد، والفلوس على قلبهم زيك يا سرام. يا أهلا يا نجوى هانم، عيني عليكي بردة زي القمر.
شكلتوا الوزارة ولا لسه؟ وزارة ايه يا نوجة؟ احنا بنتكلم في انتخابات النادي الجديدة، مش عايزة ترشحي نفسك. تاخدني في القايمة بتاعتك يا فهمي باشا؟ والله يا نجوى هانم، القايمة بتاعتي كملت من بدري. مصدقاك يا باشا، اصل الحرامية اسرع ناس يتلموا على بعض. على كل حال يا نجوى هانم، الحرامية انضف شوية من بنات الليل. لكن يا اخويا توبنا، الدور والباقي عليكم انتوا، لو ما سرقتوش تموتوا. على رأي المثل، نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، وده الكلب عمره ما ينعدل لو علقوا فيه قالب. حكوا على ايه؟ على سفارة مرض هي السمعة؟ يخرب بيتك، بتسبني؟ بتسبني سبعلني وباللغة العربية؟ يا نهار اسود ونيل، شاهدين يا عالم، شاهدين يا ناس، قال مرض سيئة السمعة. وعزة جلال الله، إن ما دخلتك السجن يا فهمي يا دعبس، ما بقاش أنا نجوى شبابي. خلاص يا نجوى هاني مروقي، أنت كمان قلت عليه حرامي. أيوه، وسعيد أقول الكلام ده في المحكمة، بس هو بقى يثبت لي إن أنا ست سيئة السمعة. يا سيادة اللواء، جبت الملايين بتوعك دول منين يا أخويا؟ ده أنت كل يوم كنت بتسرق أكل كتيبة. لا لا مش ممكن، دي قلة أدب. اتلمي يا ست أنت، أنت جاية هنا ليه؟ مين مسلطك؟ الله، انت بقيت في قايمة فهمي دعبس يا واد يا سعيد يا مرسي، يعقلك؟ ما انت طول عمرك دلدول. اقعد يا واد اقعد، احسن اضرب لامك تليفون تمنع عنك المصروف وتمنعك من دخول النادي. نجوى هانم، ارجوكي اقبل اعتذاري. مش قبل ما اخد حق. وانا تحت امرك. يقوم معايا عشان عايز اقول له كلمه سر. الموضوع كله كان هزار، بس هزار تقيل شويه يا ست اللواء. عزيزي يا مدام نجوى، عايز اسالك عن طلعت الحلواني اللي هو رشاد حسين عويس. بقلة الادب دي كلها ووصلة الرتح اللي عمري ما سمعت زيها، علشان تساليني عن طلعت الحلواني؟ ايوه. ما هو لو سالتيني كنت هقولك. ما كنتش هتقولي، ما انا عارفاك تخاف ما تختشيش. واذا قلتلك اني ما اعرفش عنه حاجه كذاب، لان بينك وبينه شركه مستخبيه. ولا تحب اروح سوق رود الفرج اسال تجار الخضار؟ نجوى، انا يوم ما خرجت وهو ساب، الشركه انتهت والعطاءات بدات ترسي على ناس تانيين. كل واحد راح لحاله. يعني عايز تفهمني ان ما كانش في بينكم تليفونات في الاعياد والمواسم؟ مفيش. طب وعزه جلال الله، لارفع عليك قضيه رد شرف يا سياده اللواء. اخر حاجه عندي، ولو ما كنتوش هتصدقيني، انت حره. ناهد عصفور. ناهد؟ ايوه ناهد، هي اللي تعرف طريقه، لانه شريكها في المطعم. هديك صوتي، ومش صوتي وبس، وصوت كل اصحابي. صافي يا لبن. اما طلع قليل الاصل صحيح، كان يشاركني في المطعم زي ما كان بيشاركني في اوضه النوم. ومين قالك ان ناهد عصفور ما كانتش شريكته في اوضه النوم؟ كان يمسكني الإدارة، مش أطلع من المولد بلا حمص. طيب وصليني البيت يا حبة عين. إذا كانت موجودة ولا روحت؟ طيب من فضلك لو موجودة قولها واحدة صاحبتك عايزة تاخد فنجان قهوة معاكي. أتشرف بالاسم يا فندم. سلوى شيرين. حط ده عندك هنا. مطوط؟
بدري شوال ده. سليم؟ زي الفل يا مدام. طب يلا شيل ودي جوه. هتدي الكوسه يا مدام؟ الكوسه ما بتتفرسش يا بقى. في ضيفه عاوزه حضرتك في الصاله يا فندم. مش راضي اقابل ضيوف. دي قعدت وطلبت القهوه. ما قلتلكش اسمها ايه؟ سلوى شاهين. ما اتغيرتيش كتير ولا انت؟ قولي لي عامله ايه الدنيا معاك؟ حلوه. متجوزه؟ عايزاني بعد الرجاله اللي مروا علينا دول اكتف نفسي جنب واحد منهم ليه؟ قالوا لي انك بتروحي تستريحي بعد الساعه 4، عشان كده مش عايزه اعطلك كتير. انا جايلك في الخدمه. ايه رايك ما تيجي عندي البيت؟ شقتي في العماره اللي جنب المطعم على طول. معلش وقت تاني، اصل عندي مشاوير كتير جدا لازم اخلص منها في اسرع وقت. ببصي لي كده ليه؟ في حاجه غريبه؟ ابدا، انا لما شفتك سرحت في زمان وليالي زمان. الواحد لما يشوف حد من الحبايب يفتكر كل حاجه حلوه. ويا ترى افتكرتي ايه حلو من ايام زمان؟ عايزه الصراحه؟ مش عايزه غيرها. كل مره كنت بشوفك واحنا بنشتغل سوا كنت بقول ليه يا رب ما خلقتنيش راجل. كل ما كنت بشوفك كنت بحس وكان نفسي تبقي في حضني. على الله ما يكونش حالك ده لغايه دلوقتي. انا كنت نسيتك ونسيت معاكي كل المشاعر. مش عارفه لما شفتك افتكرت تاني ليه. افهم ان ده هيكون تمن الخدمه اللي هتقدميها لي؟ لا يا حبيبتي، دي حاجه ودي حاجه. اي حاجه تطلبيها بالنسبه لي امر امر وانفذه حالا. ولو انا طلبت منك حاجه انتي وهواكي. خلاص سيب الهوى يحكم. وانا مستنيه حكم الهوى. عايزه اقابل شريكك في المطعم. سلام يا شريك. طلعت الحلواني. طلعت الحلواني عمره ما كان شريكي في المطعم. امال ايه؟ طلعت الحلواني كان مسؤول عن المطعم لانه كان من ضمن شغله. وبعدين المطعم ده قبل انا ما اشتريه كان ملك للجهاز. تاني لحسن باين عليا ما فهمتش. وما فهمتيش ليه يا حبيبتي؟ خدتيش بالك من اسم المطعم؟ اسم المطعم يا حبيبتي شجرة العصافير. يعني ايه شجرة العصافير ولا شجرة الغربان؟ شجرة العصافير كلها صوصو زن عمال على بطال. المطعم ده كله دردشة، ناس بتاكل وناس بتتكلم. المطعم ده اتعمل للطبقة الراقية، زباينه كلهم رجال أعمال، دكاترة، محاميين، قضاة، ضباط جيش وبوليس، رؤساء مجلس إدارة، صحفيين، فنانين. يعني عندك ناس كانت بتتغدى هنا وتتعشى في السجن. الكلام كان بيوصل بسرعة. ودلوقتي؟ لا حاجة تانية، المطعم دلوقتي قطاع خاص. بس ده يعني ما يمنعش ان حب الوطن في حاجه في الدم. يعني انا لما اسمع حاجه متنطوره كده ولا كده ضد مصلحه الوطن ابلغ. يعني زي المثل ما بيقول يموت الزمار. ايه الادب ده كله؟ ما تقولي المثل الثاني، المثل قبيح. قصدك انتبهت ال يعني مختصر مفيد عايزه تقولي انك ما تعرفيش حاجه عن طلعه الحلواني. دي الحقيقه ولازم تصدقيني. ولازم اصدقك ليه؟ احنا الاتنين كنا شغالين في القسم تحت قياده طلعت الحلواني. اشمعنى انا هعرف طريقه وانت لا؟ واضح ان علاقتك بيه كانت متميزه بدليل انك صاحبه مطعم دلوقتي. تبقيش عبيطه، ايه اللي هيميز علاقتي بطلعت الحلواني وانت عارفه انا ماليش تقل على الرجاله؟ طب ده اللي كان بيخش معايا اوضه النوم كان بيخرج بوزه شبرين. اوعي تقولي لي انك كسبتي المطعم في البخت. طلعت شغلني مديره المطعم. بس بعد ما طلعت مشي الظروف اتغيرت والسياسه اتغيرت، عرضوا المطعم للبيع. دخلت انا المزاد رسي عليا وجوحه اولى بلحم طول. بس قولي لي انت بتسالي على عنوان طلعت ليه؟ يهمك تعرفي؟ يعني مش اكتر من اللي عرفناه. وما انك حبيبتي وعايزاكي تكوني مبسوطه انا هساعدك. يبقى كتر خيرك. وفاء المغربي. ودي الاقيها فين؟ عنوانها عندي، دايما بتبعت تاخد اكل من المطعم.
عندها دايما على الغدا ناس وعلى العشاء ناس. ابراهيم ورقه وقلم بسرعه. حاضر يا دكتور. انا عطلتك شويه بس انا مقدره اليومين ده. مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي ابدا. شرفتي. بقول لك ايه، مش تاخدي نمرة التليفون عندي في البيت، يمكن الهوا يحكم. تمام يا فندم، العصفورة دخلت العش. يصير هذا الكلام يا حلوة الحلوين، يا خليلة الفؤاد وحبيبة قلبي، والله والله خارجة من الحمام كأنك وردة كساها الندى. كل واحد مكان، ده واقع التنافس. انتوا مين؟ بوليس الاداب يا مدام. بوليس الاداب؟ حلو اللعب يا محسن بيه. انت اللي ابتديتي يا مدام، سجلتي جون في الشبكه بتاعتنا وخليتي رجالتنا فرجه في الشارع. كان لازم احنا كمان نسجل جون علشان نبقى متعادلين مش اكتر. بس انت عارف ان ده اسمه تلفيق. احنا مش عاوزين غير نزولك في الشارع انت والمحترم ده بمنظركم ده علشان نرد كرامتنا اللي بعترض في الشارع وفي اسم البوليس. متاسفه. واحنا قابلنا للاسف. البس هدومك يا عبد الحميد. امرك يا باشا. تفضل. مستنيكي بره يا مدام، في موضوع مهم قوي نتكلم فيه.
تحت امرك يا محسن بيه. انا مش عاوزك تزعلي، اعتبر الحكايه هزار بين اتنين اصحاب. انت هزرتي واحنا هزرنا والحكايه انتهت. اظن بقى نبتدي نشوف شغلنا. بالنسبه للشغل يا محسن بيه، اظن ان في بيننا اتفاق وفي مهله. ده صحيح، لكن احيانا بتحصل ظروف وحظنا الحلو حذف علينا فرصه. لو ضاعت مش هنعرف نعوضها. وانا ايه علاقتي بالفرصه دي؟ الفرصه دي من غيرك ولا ليها اي قيمه. في حفله محترمه جدا لازم تحضريها، وصدقيني هتقضي وقت ظريف قوي. وزرفت؟ رايي ان الرفض مش هيكون في مصلحتك، لان بعد ما تحضري الحفله دي احتمال كبير قوي نلغي العمليه كلها وكل واحد يروح لحاله وتخلصي بقى من المصيبه دي. قلتي ايه؟ لو كنت ما شفتك كنت قلت ان القاهرة فقدت كتير كتير من سحرها. اهلين سلوى هانم. اهلا وسهلا. وحياة الله، بحط نفسي على اول طيارة وبغادر هالبلد فورا ان ما كنت بتعرفيني. ازاي يا كمال باشا؟ هو احنا كنا تقابلنا في قطر؟ سيادتك هنا في مصر زيارة؟ لا انا هلأ هون لعادة سفير في مصر. امال مين اللي معدي؟ هتكون مين غير الكارثة الأزلية اللي بتشاركني الحفلات والمقابلات الرسمية؟ يا خبر يا سعادة السفير، الزمن طير شعر راسك لكن زود في خفة دمك. هيك بتكون السياسة الحكيمة تبع الله، بياخد من جانب وبيعطي من الجانب الآخر. كان عرض أكتر من ممتاز يا مدام سلوى. هو حضرتك كنت بتتفرج؟ أنا اتفرجت على العرض اللي يهمني. الحقيقة اتبسطت قوي. كمان رشدان زي ما هو ما تغيرش. الحب كله والشوق كله. أنا لو كنت شفت أي فطور في المقابلة كان ممكن قوي أغير الخطة كلها. لكن بعد اللي شفته مسؤوليتك تجاه الوطن بقت كبيرة حقيقي. لسه المهلة بتاعتي ما خلصتش يا محسن بيه عشان أدي قرار. تصبح على خير.
اذنك سياده السفير، هذه السيده مانيكه من سيدات السلك الدبلوماسي. هيك بتكون من سيدات المجتمع الراقي، وبيجوز تكون من سيدات الماضي الجميل. مظبوط اللي حضرتك بتقول. على كل حال انا اقدر طبعا طلبك لي؟ ليه؟ عايز اتكلم معاك وتتكلم معايا. يلا احكيلي يومك النهارده كان شكله ايه؟ سلوى انا قلقان عليكي. قلقان عليا؟ زعلان عشاني؟ ولا ما صدقت خلصت مني؟ انت بتتكلمي منين؟ عايز تعرف انا فين؟ امشي ورا سلك التليفون وانت تعرف. يا اخي عايز اتكلم معاك وبس. يلا احكي لي، قولي اي حاجه. احكي لك ايه؟ احكي لي حتوت عشان مش جاي لي نوم. انا من يوم ما مشيتي مش عارف انام. انت كمان مش جاي لك؟ طب تيجي نجيب حد يحكي لنا احنا الاثنين حدوته. بقولك ايه، لو نمت ما تقفلش الخط، خلي السكه مفتوحه بيني وبينك. مش عارفه انا خايفه ليه.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا رب، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما يا رب. اللهم فك يا رب عن المكروبين يا رب، وسد الدين عن المدينين يا رب. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين يا رب. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا الا غفرته يا رب، ولا مريضا الا شفيته يا رب، ولا عسيرا الا يسرته يا رب، ولا كربا الا اذهبته يا رب، ولا هما الا فرجته يا رب، ولا دينا الا قضيته يا رب، ولا ضالا الا هديته يا رب، ولا ميتا الا رحمته مش دبيت مدام وفاء المغاربه. تفضل. الحديث عن النار والعياذ بالله رب العالمين حديث تنخلع له القلوب وتوجل منه وتخاف. واخد بالك معايا يا ست انت وهي؟ ايوه. وما من نبي وما من رسول، ما تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، واخدين بالكم من الحكايه دي هي؟ ما من نبي وما من رسول الا وخوف اهله من النار وحذر اهله منها. ولعل سيدنا الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام وهو ارحم من على الارض ما تركش مناسبه يستطيع ان يوضح فيها الخطر المحيط بالمسلمين من مسألة النار وما فيها إلا وحذر أتباعه وأحبابه منها. وصل الأمر مش دي الشقة مدام وفاء المغربي؟ تقصدين الشيخة وفاء المغربي؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استمعي إلى الدرس. الناس أعداء للأمر، أمرنا الله بالصبر فجزعنا، ولو أمرنا بالجزع لصبرنا. الحقيقة أمر غريب، ربنا أمرنا بالصبر. مين اللي بيتكلم ده؟ لكن الإنسان لما تنزل عليه مصيبة ماذا يحدث له؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحقيقة أمر غريب. بيتهيألي أعرف حضرتك، مش أنت داليا فهمي الممثلة؟ غفر الله لي ولك. هشوف لك حاجة قريب، أدوارك كانت بتعجبني أوي. قلت لك غفر الله لي ولك، لقد طبت من التمثيل وعرفت طريقي إلى الله. ست وحيد الله لا اله الا الله. ما صلى على رسول الله. امال وفاء فين؟ الشيخه وفاء في خلواتي ودي بنلاحظها في مجالات الحياه. هي بتدي دروس في الدين؟ يعني الانسان مننا قاصد محدود الفكر، وكما قلنا من قبل ان العاقل ياخذ من الدنيا ما يفيده. نرجو ارسال المدد مع مخصوص، لان طريقه التحويل من مصرف الى مصرف محل شبهه. نعم نعم، كما ان بعض الاخوه والاخوات يرون ان التعامل مع البنوك امر مكروه. الحمد لله الحمد لله يا سيدي، الاحوال عندنا تسير من حسن الى احسن، والدعوه تلقى القبول والرضا من الجميع. نعم يا سيدي، طبعا نحن نسعى خلف هذه السيده بكل ما اوتينا من جهد واخلاص. لكن عايز اقول لك ان الحقيقه ما راح يكون غالي قوي، اغلى مما نتصور. طبعا طبعا افهم يا سيدي افهم، هذا هو الجهاد في سبيل الله بالمال. بارك الله لنا فيكم بارك الله لنا فيكم. نعم يا سيدي، في رعايه الله في رعايه الله، مع السلامه. خير. توجد امراه سافره متبرجه جاءت في طلبك يا مولاتي. متبرجة وسافرة؟ نعم يا مولاتي. ممثلة دي ولا ايه؟ لا اظن، خلينا نشوفها. بس كيف تعيش؟ ها؟ لتعيش في الجنة. ازاي تعيش في الدنيا علشان يبقى لك ايه؟ الميراث يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الوارثين يا ربي في جناتك يوم القيامة. اللهم امين. امين. ازاي؟ انك تعرف متاعب الدنيا. اعلم أن كل شيء ضد هوى النفس هو الذي أحضريها في الجنة، وكل شيء مع هوى النفس هو اللي حيوديك في جهنم. يعني اعلم أن النفس عدوك إبليس تماما. إبليس، الهوى، الدنيا، النفس، الأربعة دول أعداء كان بيستعيذ منهم أبو بكر الصديق. إني بليت بأربع. أبو بكر الصديق كان بيقول إيه؟ إني بليت بأربع ما سلطت إلا لجلب مشقة وعناء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي.
اهلا بك يا اخت. مرحبا بك في جماعه التائبات المؤمنات الصالحات. اهلا يا وفاء. في الحقيقه مش قادره اصدق اللي انا شايفاه. الحمد لله، يهدي من يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. لماذا لا تجلسين يا اخت؟ بالطبع ساجلس. من الافضل ان تجلسي على كرسي التوبه. الم تاتي من اجل التوبه؟ بص يا وفاء، التوبه لا هي عايزه مقعد ولا واسطه ولا اجراءات. ربنا ما بيحبش الواسطه، اللي عايز ربنا منه له عدل على طول. اسمحي لي اجرب كرسي التوبه. مريح. هداك الله. ندخل في الموضوع باختصار. ما سبب الزياره؟ وفاء حبيبتي، انت عارفه ان انا طول عمري ضعيفه في اللغه العربيه، فيا ريت تكلميني زي ما كنا بنتكلم زمان، وخصوصا ان انا جالك في موضوع يخص زمان. اتفضلي خروجي من بيتي الان وفورا. انا مستعده اخرج فورا، بس عايزه اعرف طريق طلعه الحلواني. لا اعرف، ولازم تخرجي بره حالا دلوقتي، يا هجيب لك اللي يرميكي بره يا فاسقه. اوعي تنسي اننا كنا في الفسق سوا. تبت وانبت ورجعت الى الله. ومين قالك ان انا ما تبتش ورجعت الى الله عشان تقولي لي يا فاسقه؟ وانا لا زعلتك ولا طلبت منك حاجه وحشه لا سمح الله. انا كل اللي طلبته منك اعرف فين طريق طلعت الحلواني، وانا عارفه انك تعرفي طريقه. ما اعرفش طريقه. الست المسلمه ما يصحش تكذب. من يوم ما عرفت ربنا نسيت كل حاجه. اللي ينسى اللي فات مش هيفتكر اللي جاي. وعايزه اقولك على حاجه يا شيخه وفاء، انا عايزه عنوان طلعت الحلواني عشان ما ارجعش للفسق تاني. يعني مساعدتك ليا فيها ثواب، واظن انك دلوقتي بتحارب الفسق. اتاخرت على ميعاد الدرس. ربنا يفتحها عليكي، بس انا مش خارجه من هنا لما اعرف طريق طلعت الحلواني. وانت عارفه ان دماغي ناشفه. فاكره حكايه الملحق العسكري اللي خطفتيه مني؟ اخلصي. الو، الست الشيخه موجوده حالا. مكالمه من بره. الشيخ عباس بيقول انه بيتكلم من فرانكفورت. اذهبي وقولي له ان يتحدث في وقت اخر، فاني مشغولة بالدرس. الو، الست الشيخة بتقول لحضرتك تحدث في وقت اخر لانها مشغولة بالدرس. الست المسلمة ما يصحش تكذب. انا لم اكذب. وفاء حبيبتي، انا شايفه انك غيرت الجهه اللي بتشتغل لحسابها وطريقه الشغل. مين الشيخ عباس بتاع فرانكفورت ده؟ على كل حال، كل الدنيا عارفه مين مشايخ فرانكفورت ومين مشايخ نيويورك، وعارفين هم عاوزين ايه. وفاء، انت بتشتغلي لحساب الدوله الجديده مش كده؟ هتعرفيني سكه طلعت الحلواني ولا نطلب البركه من بقيه المشايخ بتوع جزر البهاما؟ ست هاني، مفيش حد، انا حد في المنطقة كلها اسمه الحلواني. قصدي عويس. كده معلش. قصدك تقولي مزرعة سعادة الباشا. أيوة. هناك هي فركة كعبة بالعربية وتكوني قدام. فتر. شكرا يا you.
الباشا يا ست هانم. يا غبي، انا مش منبه عليك 100 مره، محدش يجينا لما اعرف مين هو. سعادتك قلت لي الحريم بذات فضولها على طول. يمكن الباشا شايفني من ورا القناع راجل. روح شوف شغلك. اهلا وسهلا، لسه زي ما انت، مفيش حاجه اتغيرت فيكي تقريبا. استاذنك عشان اقفل الخليه، اصلي ما اقدرش اسيبها مفتوحه، اخاف عليكي من لدغ النحل. في قعده ظريفه هناك، يا ريت تستنيني فيها. الحقيقه يا طلعت باشا، لدغ النحل اهون كتير من لدغ البني ادمين. شكلك جايه تتخني. انا جايه لك عشان تجيب لي حقي ياخد حقي منك. بس انا عمري ما كنت مديون لحد باي حاجه. ازاي وانت اللي غرقتني؟ انت ناسي انك كنت الاستاذ الكبير بتاعنا؟ ده انا لسه فاكره كلامك واحنا بنات صغيرين في مدرستك. مش انت اللي قلت لنا الوطن لما يحتاج يا بنات لازم ندي من غير حساب؟ وزي ما في رجاله بتقدم ارواحها في ده الوطن، في ستات كمان لازم تقدم اجسادها في ده الوطن. وصدقناك وعرفنا الخليجي والطلياني والانجليزي والشامي والمغربي وعلى كل لون يا باتيستا. اذا كنت جاي علشان تحاكميني فتفضلي من غير مطرود. انا حكمت نفسي واصدرت الحكم. ويا ترى حكمت نفسك على كل حاجه ولا في حاجات فلتت منك؟ اصل في ناس بتتعمد تنسى جرائمها. انا حكمت نفسي عن جرائم ارتكبتها، حتى الاخطاء الصغيره والمخالفات البسيطه اللي ما عملتهاش. انا حكمت نفسي لاني كنت حمار. لما اكتشفت اني حمار حكمت نفسي. ولو كل الحمير اللي في بلدي عملوا زيي هينشال من على كتفها هم تقيل قوي. ويا ترى حكمت على نفسك بايه؟ زي ما انت شايفه، بعدت نفسي. اللي يلاقي نفسه حمار لازم يبعد. لكن بيني وبينك هو حكم صعب قوي ومفيش حمار يرضى بيه. واشمعنى انت رضيت؟ عشان عيب قوي ان اعيش عمري كله حمار. اتولدت بني ادم ولازم اموت بني ادم عشان اقابل ربنا بالهيئه اللي خلقني بيها. ويا ترى الهرم جايه تريح اعصابها حدانا شويه؟ ولا من اللي بيمشوا اول ما الدنيا تعاد تام؟ وانت مالك انت يا فاطمة؟ ما تخليك انت في حالك. لما هو شملول كيتس ما يتجوز ويتهدي بالله. يتجوز؟ انت عاوزاه يجيب لنا واحدة مفترية تبيع وتشتري فينا؟ خليك كده احسن على قولك. الباشا يؤمر بحاجة تاني؟ الباشا مش عايز ولا دبانة هنا، مفهوم؟ أمرك يا باشا. اتفضل. تقدر تقولي الغفير الغلبان ده هيحوش الدبان ازاي؟ هيضربه بالرصاص؟ هما بيعرفوا يتصرفوا، وغالبا بيتصرفوا أحسن مننا. أنا خايف أكون مديون لك بحاجة وأنا مش عارف. حضرتك غشتني في الأول وفي الآخر. الغش الأولاني عدى زي ما أي حاجة بتعدي، أما الغش التاني فمش ممكن يعدي، واللي عمل عقدة عليه حلها يا ست اللواء. عقدة إيه اللي عايز أنا أحلها؟ لما سبت الشغل أنا وغيري، سيادتك قلت لنا إن جميع الصور والشرايط والتسجيلات اللي عليها الفضايح بتاعتنا اتحرقت، وإن من حق أي واحدة ست فينا تعيش حياتها زي أي ست شريفة محترمة. وقلت لنا كمان ان اقل حاجه الوطن ممكن يقدمها تجاه الخدمات الجليله هي حمايه السمعه. ده مظبوط. انا بنفسي حرقت كل الصور والافلام والتسجيلات. ما حصلش، كلها لسه موجوده وانا اتفرجت عليها بنفسي. انا مطلوبه للشغل تاني. ولما رفضت لقيت نفسي في حضن راجل ويا دوب حوالينا ملايه. يبقى ملهاش غير تفسير واحد، انهم سلموني اي افلام او اي تسجيلات او عملوا نسخه تانية يحتفظوا بيها. شفتي؟ هم عملوا مصايد للدبان بالعسل. ما تنساش انك كنت رئيس القسم. الرئيس هو اللي امره لازم يتنفذ، وبما ان امري ما تنفذش يبقى انا ما كنتش رئيس ولا حاجه.
الرئيس هو صاحب الامر اللي تنفذ. يعني انا اتغشيت زيك بالظبط، ومش انا لوحدي، في كتير غيري سيطرت عليهم افكار غلط وللاسف امنوا بيها ايمان عنيف. ما كنتش بغشك ولا بخدعك، انا كنت مؤمن ان كل حاجه بنعملها كانت في سبيل الوطن، ولو ما كانتش في سبيل الوطن كانت هتبقى حاجه تانيه خالص، مفيش حد محترم يقبل بيها. كنا هنبقى شبكة دعارة مش أكتر ولا أقل. شبكة دعارة رسمية بتمارس شغلها بعلم السلطات المعنية. كانوا بيسموني جنرال السراير، ما كنتش بزعل، جنرال زي المدفعية زي المدرعات، ده كان اعتقاد الراسخ وقتها. لا انا كنت قواد رخيص ولا انتوا كنتوا بنات ليل، كلنا كنا فاكرين اننا بنخدم الوطن، حتى اللي عذبوا الناس في السجون كانوا فاكرين انهم بيخدموا الوطن. في ناس كتير قوي ماتت في مغامرات هايفة، وأكيد ماتوا وهم فاكرين إنهم بيخدموا الوطن. دايما أعظم لحظة في الوجود هي لحظة اكتشاف الحقيقة. اللحظة اللي أنا بتمناها لناس كتير هي لحظة ما اكتشفت إني حمار. ممكن أعرف سيادتك حمار ليه؟ لأن الحمار بس هو اللي يصدق إن الوطن ممكن يستفيد من العمليات القذرة. يعني كل الكفاح اللي كفحناه على السراير ما جابش أي نتيجة؟ لكن أنت عرفتي سكتي إزاي؟ دورت وسألت كتير، واللي يسأل ما يدورش. لا حقيقي مين أعرف؟ أنا أصلي عزلت نفسي وأشخاص معينين هم اللي بشوفهم ويشوفوني. وفاء المغربي. قصدك الشيخة وفاء؟ طب ما انت عارف كل حاجه اهو. اه لا اصلها من مده كده جت زارتني هنا، ما اعرفش عارف الطريق ازاي هي كمان. جات لك وهي شيخه ولا قبل؟ لا وهي شيخه جات لي ومعاها تذكره ودعوه للسعوديه عشان اعمل عمره. لكن انا شكرتها قلت لها ان ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يتقبل الا اذا انا دفعت التكاليف بس. نعم. بعدها باسبوع جت زارتني هنا وجايبه معاها عقد عمل ومرتب كبير قوي في شركه اجنبيه. لكن انا اعتذرت لها. اعتذرت لها ليه؟ لاسباب كتير. مش عارف ما طمنتلهاش ليه. طلعت بيه انا ما كنتش جايه عشان اتغدى حمام محشي وبط واسمع حكمك على نفسك. انت ممكن تساعدني. أنا ما عنديش ليكي غير النصيحة، أي حاجة تانية ما أقدرش عليها. حتى الشهادة؟ شهادة؟ أشهد أقول إيه؟ وقدام مين؟ أنا ممكن يجرى عليا اللي جرى عليكي، ممكن تطلع لي شرايط وتسجيلات، مفيش حد من غير أخطاء، واللي شايف نفسه من غير أخطاء يتفضل يوريني نفسه. وخدي بالك إن بلدنا بتهتم برصد السيئات والخطايا وتحافظ عليها جوه خزاين حديد. ده غير ان عندنا عادة مصرية قديمة من ايام الفراعنة نشوه كل اللي سبقونا سواء كانوا يستاهلوا او ما يستاهلوش. وزي ما قلتلك انا بعدت نفسي. والنصيحة اللي عند سيادتك ليا ايه؟ سافري. لو معاكي قرشين يعيشوكي بره سنة ولا اتنين ما تضيعيش وقت. خدي أول طيارة وسافري لأنك دلوقتي بقيت في خطر. حضرتك بتحكم على نفسك بالغربة وبتحكم عليا بالنفي. أنا بضمن لك عمر جديد، أنت أصلك بقيتي هدف. من مين بالظبط؟ لكل اللي قابلتيهم في السكة، من أول اللي اسمه محسن لكمال رشدان لغاية وفاء المغربي. كمال رشدان كان صاحبك زمان، لكن أول حاجة هيعملها إنه يخلص منك لو كنت ضد مصالحه، خصوصاً إنك نقطة ضعفه. واللي عملتيه مع وفاء المغربي مش شوية، انت اخترقت الدولة الجديدة.
أنا متشكرة جدا يا طلعت بيه، وتأكد إني هعمل بالنصيحة. يا ريت أبقى أشوفك في وقت أفضل. على فكرة أنا بفرح قوي لما حد يجي يزورني. ده عسل نقي 100%. لما تخلص العلبة بيتعالي خدي غيرها، وديك عرفت العنوان. كتر خيرك. خلي بالك من نفسك. المهلة بالظبط. واضح انك وصلت القرار. طبعا بالموافقة، بس بشرط. نقدر نعرف ايه هو الشرط؟ اخر الصور والشرايط والافلام اللي تخصني واحرقها بنفسي، لان دي هتكون اخر عملية. بعدها عايزة اعيش شريفة من غير اي ماضي، وزي ما هخدم الوطن الوطن كمان لازم يخدمني. مفيش مانع، بس بعد العملية ما تخلص. خايف نحرق الصور والشرايط وما نفذش العملية؟ ما انت عارف شغلنا اساسه الحذر، وده ما يزعلش حد. وبما اني بشتغل معاكم ولحسابكم فلازم ابقى زيكم، وده ما يزعلش حد. كده مش هنوصل لنتيجة، بس ممكن نديكي ضمانات. زي ايه؟ شوفي انت زي ايه؟ حضرتك تنام معايا ونعمل مناورة على السرير من اجل الوطن ونصورها. انتوا عندكم نسخة وانا معايا نسخة. انت ست قليلة الادب. قليلة الادب ليه؟ زي ما انا هضحي في سبيل الوطن، المانع ان انت كمان تضحي؟ ده غير اني ست الستات زي ما انت شايف، ومش بعيد تكون متجوز واحدة ست زي البومة. أنا رأيي تفكري تاني. سيادتك اللي تفكر مش أنا، أنت بتطلب مني عشان الوطن وأنا جاهزة، وأنا بطلب منك عشان الوطن. لما تبقى أنت جاهز هتعرف إزاي تجيب. قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة
مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أمالي لنا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا أمالي لنا ولا انت حنعشق تاني أول مرة أول مرة أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب ولا أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا أمالي لنا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا أمالي لنا ولا انت حنعشق تاني أول مرة أول مرة